قالت مصادر خاصة للملعب أن مسؤول الرئاسة العامة لرعاية الشباب يستعدون للقاء يجمعهم بعدد من أعضاء مجلس الشورى خلال الأيام القليلة القادمة، اللقاءات لإطلاعهم على عدد من العوائق والصعوبات التي تواجه الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى جانب شرح آلية العمل في المرحلة المقبلة. هذا ويأتي اللقاء في أعقاب تسرب أنباء عن توصية يعتزم مجلس الشورى الرفع بها تقضي بعدم تحويل الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى وزارة في ظل الأنباء أو في ظل الإخفاقات الأخيرة التي شهدتها المنتخبات الوطنية. محمد، أولا هذا خبر أولي نستهل به، هل ترى أنه حراك جيد أن يكون هذا التواصل بين أو الاهتمام من مجلس الشورى بقضايا الشباب والرياضة؟ والله صراحة أنا أسميه فتح جديد، يعني أنه تناقش مثل هذه القضايا تحت قبة مجلس الشورى، وممارسة الحقيقة ديمقراطية وشفافية عالية. يعني كان غايب مجلس الشورى كثير عن ما يخص الرياضة والشباب، حتى أعتقد أنه ليس هناك ممثل من المجتمع الرياضي الشبابي في مجلس الشورى. اعتقد انه فتح جديد، ان شاء الله ان يعني تكون هناك اجوبه شافيه باذن الله من المسؤولين المساءلين. عبر الهاتف ارحب بالاستاذ حمد القاضي، وهو نائب رئيس لجنه الشؤون الاجتماعيه والاسره والشباب بمجلس الشورى. استاذ حمد، مساء الخير، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، يا مرحبا، حياك الله. اولا ساسالك عن هذا الاجتماع المنتظر مع مسؤول الرئاسه، هل هو اجتماع مجدول ام طارئ؟ مرحبا، الحقي ليس طاري، هذا قبل شهرين. هذه مبادرة من سمو الأمير نواف بن فيصل، طلب اللقاء بأعضاء اللجنة الاجتماعية والأسرة والشباب، وسبق أن الأمير نواف زارنا في اللجنة. نعم، عندما كان نائب للرئيس زارنا في اللجنة، وكان نقاش فيه كثير من الصراحة والشفافية. جدد الطلب الأمير نواف واستجابت اللجنة، وعندنا إن شاء الله يوم الأحد القادم بعد انتهاء جلسة مجلس الشورى الساعة الواحدة، سنكون الساعة 1:30 نلتقي بالأمير نواف، كل أعضاء اللجنة الاجتماعية والأسرة والشباب، بوصف أن قضايا الشباب والرياضة المعنية بها هي اللجنة الاجتماعية والأسرة والشباب. نعم، وتطرح كل ما يهم الشباب سواء على المستوى الاجتماعي أو المستوى الرياضي أو أي جانب آخر. إذن هو مجدول وليس طارئ. ليس طارئا، نعم، لكنه تم التأكيد عليه قبل حوالي 10 أيام، طلب الأمير نواف الاجتماع، فاجتمعنا نحن في اللجنة ورأينا أن اللقاء جيد الحقيقة، نتبادل الرأي، لأنه الحقيقة الهدف واحد، خدمة الشباب، طرح رؤانا حول ما نرى. تعرف تقارير الرئاسة تأتينا سواء ما يتعلق بنشاطه الرياضي أو نشاط الرعاية الاجتماعي أو أي نشاط آخر، اللجنة التي تناقش وهي التي تقدم للجلسة العامة للشورى كل ما يهم فيما يتعلق بالشباب، وتحديدا النشاط الذي مسؤول عنه الرئاسة العامة لرعاية الشباب. أستاذ حمد، أنتم في مجلس الشورى تقييمكم لعمل الرئاسة العامة لرعاية الشباب يأتي وفقا للإنجازات والانتصارات أم وفقا للبنى التحتية والمنشآت الرياضية أم ماذا؟ جيد، طبعا نحن محكومون بنظام في مجلس الشورى. مجلس الشورى يقوم بمهمتين، بوصفه مجلس تشريعي وبوصفه مجلس رقابي. التشريعي ما يتعلق بسن الأنظمة أو تعديلها، أي نظام في المملكة لابد أن يمر بالشورى سواء جاء من الحكومة أو نبع من الشورى أو تعديل بأي مادة يمر على مجلس الشورى، والأنظمة هي التي تحكم أي عمل في الواقع. يأتي الجانب الرقابي، وهذا الجانب الرقابي يأتي كل سنة حسب نظام المجلس وحسب نظام الوزراء، أن تقرير الجهة الحكومية يأتي للجهة المختصة. نحن يأتينا تقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ماذا أنجزت، بماذا أخفقت فيه، ما هي المعوقات. نحن ندرس التقرير من جميع الجوانب، ونلتقي بمسؤولي الرئاسة يأتوا لنا في اللجنة، ما عدا المسؤول الأول يأتي لقاعة المجلس، والله يكون في صراحة وفي شفافية وفي وضوح، لا يعني يحصل سواء هزيمة منتخب أو نقص في خدمة للشباب إلا يتم النقاش والحوار حولها، ويتم رفع قرارات من المجلس
إلى خادم الحرمين بموجب نظام المجلس. وبالتالي هناك نقطة أخرى، المادة 23 في نظام المجلس أننا أي عضو في المجلس أي قضية تهم طبع الوطن، تهم الشباب، تهم الخدمة، تهم الغلاء، يقدم رؤيته حوله ودراسة، ثم تسير حسب الإجراءات والآليات في المجلس، ثم أيضا يرفع حولها قرار للملك. طيب، في الفترة الماضية أو في الأيام القليلة الماضية دار حديث عن أن مجلس الشورى يعتزم رفع توصية أو أنه رفع توصية تقضي بعدم تحويل الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى وزارة، هل صحيح؟ هذا حقيقة صار نقاش حوله ومداولات بين الأعضاء وفي اللجنة، لكن لم يرفع المجلس حتى الآن قرار بذلك إطلاقا، لا أزال مدار حوار. أخي الكريم ومشاهدي الرياضية، مجلس الشورى يحرص الحقيقة عندما يرفع قرار أن يكون مدروسا من جميع الجوانب، ليس يدرس من جانب آخر. يعني هناك مثل أذكر وزارة المياه رفع المجلس عنها، لأنه أمر طبيعي يكون هناك وزارة المياه يقتضي ذلك، هناك صناديق اقترحها المجلس، لكن وزارة للشباب والرياضة حتى الآن لم يبت فيها. طبعا نحن نريد أيضا أن نستكشف تجارب الدول الأخرى، ماذا حقق، هل الأفضل يكون وزارة، هل هناك مجلس أعلى لرعاية الشباب، هل يكون النشاط الرياضي والشباب يستقل ويكون انتشار. ترى هناك عدة رؤى ودراسات صحيح حول الموضوع. هل يتوقف هذا الأمر أستاذ حمد على لقائكم بالأمير نواف يوم الأحد؟ طبعا لم نجدول هذا الموضوع أننا سنطرحه، لكن نحن إن شاء الله لا من قبلنا في أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس الشورى أو من قبل الأمير، اتفقنا عقدنا اجتماع في اللجنة من أجل لقائنا بالأمير نواف بن فيصل أن نكون شفافين وصريحين بما فيها. سوف نطرح موضوع هزيمة المنتخب، وأعتقد هذا هو حديث الشارع الأيام هذه، وهو الرئاسة أنا على يقين أنا تريد رأي مجلس الشورى بوصفهم، تمر عليهم تقرير الرئاسة بأصل من ابناء الوطن، ويدخلون المجالس ويسمعون كلام الناس. فسوف نطرح كل ما يتعلق بهذا الشأن. أيضا سوف نطرح، وهذا مهم، قضية الشباب، النشاط الاجتماعي والثقافي للشباب. الشباب الآن يا أخي لا نريد أن نربي جسده فقط، أيضا نريد أن نعتني بكل ما بسلوكياته بأنشطته الأخرى. حقيقة لا نريد أن الرئاسة العامة تكون رئاسة للقدم فقط. طيب، هل سجلت أي ملاحظات على التقرير الختامي في الموسم الماضي أو في العام الماضي لكم؟ نعم، سجلت، وهناك الآن التقرير انتهى الحقيقة، والآن رفع عليها العمل. ما نوع هذه الملاحظات أستاذ حمد؟ سوف يتم طرح التقرير الرئاسة، وهناك يعني تفكير إن شاء الله دعوة الرئيس العام للمجلس لمناقشته مع الأعضاء. ما نوع هذه الأمر ذلك، لأنه نظام المجلس يسمح بذلك، أنك تطلب الوزير المختص يأتي للمجلس، طبعا يرفع للملك، ثم يعمد الوزير المسؤول والرئيس المسؤول بأن يأتي للمجلس. ما نوع هذه الملاحظات أستاذ حمد؟ والله أشياء كثيرة طبعا، من ضمنها طبعا أسباب الهزائم إذا كنا على المستوى الرياضي، ضعف النشاط الاجتماعي والثقافي. طبعا الرئاسة لها مبرراتها، أنه النشاط الثقافي سحب من الرئاسة، أنه الرئاسة لا يكون فقط يكون اهتمامها فقط بكرة القدم، أيضا هناك المناشط الأخرى يجب أن تحفل بها، أنه أيضا دعوة، أنه إقامة أندية اجتماعية رياضية تشرف عليها الرئاسة، وأندية للصم وغيرها، توسيع النشاطات بمعنى أن الشباب لا يكون الخطاب لهم خطابا واحد، بل خطاب متعدد يتناغم مع اهتمامات كل الشباب. طيب، بمعنى أن الرئاسة لا تهتم فقط بمن يهتمون بكرة القدم، هي مسؤولة عن الشباب كلهم. تعرف الآن أكثر من 60% سكان المملكة هم شباب. طيب، لكن إذا يمكن يدور بذهنك، هل سوف نتناقش مع الأمير نواف بن فيصل حول ما يتعلق بهزيمة المنتخب السعودي؟ نعم، سوف يطرح هذا الموضوع، ولدى كل زميل رؤى معينة حول الموضوع. أرجو أننا نعين الرئاسة فيما نطرح. ما سجلت ملاحظات على غياب المنشآت الرياضية لفترة طويلة في المرحلة الماضية؟ بلى والله، بلى
وطرح الحقيقة مع الأمير نواف فيصل وقال أنه يعني الميزانية التي تأتينا لا تكفي لإقامة مزيد المنشآت، لكن نحن الآن وعلى كلام أنه في حوار مع وزارة المالية لزيادة المعتمد المنشآت الرياضية. ممتاز، لكن إذا ما ظهرت مثل هذه الصعوبات والأمير نواف قال لكم أن هذه مشكلة قد تتعلق بوزارات أخرى، لماذا لم تناقشوا الوزارات الأخرى؟ نعم لا نعم، نحن يعني أي تقرير وأي لجنة في المجلس لا ترفع تقرير في الغالب إلا عندما تلتقي بمسؤولي الجهة المعنية بالتقرير. بل أحيانا وأذكر في كنت أنا ذلك الوقت رئيس اللجنة الثقافية والإعلامية بمجلس الشورى، وزارة الإعلام كانت تسمى قبل السابقة كانت تعاني من انتقال الموظفين، تجد مذيع ينتقل لوظيفة بحكم نظام الخدمة المدنية إلى وظيفة لا علاقة له بالعمل فيها. فنحن جمعنا مسؤولي وزارة الخدمة المدنية ومسؤولي وزارة الإعلام واتفق على تحويل الوظائف بموافقة وزارة الخدمة، ورفع قرار للملك وتم التعميد به. فنحن لا نكتفي في المجلس أيضا الاجتماع فقط بمسؤول الجهة المختصة، فنحن قد تطلب مسؤولين من جهة أخرى لهم علاقة بهذه الجهة. طيب. نطلب رجال أعمال، نطلب مختصين. يعني هل سجلتم أي ملاحظات متكامل؟ هل سجلتم أي ملاحظات حول هدر مالي في الرئاسة العامة لرعاية الشباب؟ لا أسمي هدر، لكننا لاحظنا طبعا في مسألة الحقيقة الصيانة في زيادة بالمبالغ، وهذا قبل يمكن 3 سنوات. وعندما جاءنا الأمير سلطان بن فهد تم النقاش بكل يعني صراحة، ولكن أتوا لنا بأرقام ومعلومات وقالوا أن المؤشرات الرياضية تحتاج إلى صيانة أكثر من غيرها إذا قارنت بالمؤشرات الأخرى لكثرة استعمالها، نوعية الذين يأتون إليها. فقالوا يعني جابوا مبررات، ومع هذا نحن رفعنا أحد توصيات التوصيات اللي تمت على تغيير الرئاسة حول مسألة الصيانة وزيادة تكاليفها لدى الرئاسة. طيب أستاذ حمد، السؤال الأخير لك كأعضاء لمجلس الشورى وكأعضاء في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب وهو الاسم لها، وتبدو لجنة يعني متشعبة ربما في مهامها، لكن لماذا لا تلتقون بمسؤولين في الأندية؟ لماذا لا تذهبون للأندية وللرياضيين ميدانيا تقفون على ربما يعانون من أشياء معينة، ربما يشتكون من عوائق معينة؟ هل اتجهتم هذا الاتجاه؟ جيد، هذا جيد. طبعا المجلس الشورى لا وأعضاء المجلس تراهم يعني هم أبناء الوطن، يجلسون مع الناس ويمشون في الأسواق ويتأخذون ويعطون معهم، بمعنى أنهم يعرفون ما يدور في من حراك في المجتمع، ليسوا معزولين، ليسوا بأبراج عادي. نحن نعرف رؤساء أندية، نعرف مشجعين، نعرف لاعبين، نعرف متمين، نعرف إداريين، نلتقي بهم. لكن كون نزور الأندية لا، لكن ممكن أننا الرئاسة سوف نزورها ونطلع على منشآتها، لكن صعب المجلس الشورى أو الأعضاء أي لجنة سيضيع يرفع وقتهم كله بزيارة الأندية. لكن أنا أتفق معك، ربما أن نطلب مسؤولين في الأندية، نطلب رؤساء، طبعا نطلبهم في اللجنة، نطلب رؤساء أندية يشرحون لنا مشكلاتهم، هذا وارد جدا وحصل. يعني عندما يصدر أي نظام أو وخاصة الأنظمة لا يصدر حتى نأتي أي لجنة تأتي بالمعنيين من رجال ونساء حول أي نظام يصدر. أيضا عندما تكون هناك مشكلة، أنا أذكر لكان مشكلة القبول بالجامعات، التقي اللجنة المختصة التعليم التقت بطلاب وبأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور، حتى رفع قرارات للملك حول حل مشكلة القبول بالجامعات. وبحمد الله تم التعميد بها، وتعرف الآن القبول بالجامعات صار ميسر. صحيح. وهذا طبعا واجب له مننا، نحن مؤتمنون على عملنا ونامل لكم التوفيق أمامه أن نؤدي العمل بكل إخلاص وبكل أمانة. لكن إذا تريد أختم لك، أنا من ناحيتي عندما نلتقي بالرئيس العام رعاية الشباب أنه ماذا سوف إذا كان لدينا رؤى وأفكار. أنا حاولت طبعا، أنا لست يعني معنيا كثيرا بالرياضة، لكني حاولت أستشف آراء بعض الأصدقاء وبعض الإخوان والأبناء ما رؤيتهم حول الموضوع. أنا من ضمن الأشياء التي في ذهني حول نقاشنا حول هزيمة المنتخب، أنا سأقول له للأمير نواف عدة أشياء. أولها أنا أريد أن يحيي أو يزيد من الانتماء اللاعبين، لاعب المنتخب
للوطن وليس للأندية. المشكلة في الواقع خلينا نكون واضحين أن اللاعب ينتمي للنادي أكثر من وطنه. يجب أن يفهمون أن النادي جزء من الوطن. صحيح. وهو عندما يلعب للمنتخب هو يلعب باسم وطني، يرفع اسم وطنه. نعم. والنادي هو جزء من هذا الوطن. صحيح. لابد أن ننمى هذا الانتماء. يا أخي اللاعب عندما يدخل الملعب لا يلعب بذلك بالانتماء بتلك الروح. صحيح. ترى حتى اللاعب فيه انتماء فيه روح إذا لم يلعب بذلك الحس في داخله وأنه يمثل وطن ويرفع راية لا إله إلا الله ترى لا يستطيع أن يؤدي. القضية ليست حركة أقدام، حركة عقل قبل بإذن الله. هذا الجانب. الجانب الآخر أيضا أنا يعني سأقول طبعا لا بد أن يؤتى بمدرب أجنبي، لكن أنا لا أعتقد أنه من المستحسن يؤتى بمدرب يمكن فوق طاقة اللاعبين ويعطى مبالغ كبيرة. أنا أريد ممكن مدرب أجنبي، وأريد أن يكون مع مدرب وطني، حتى إن شاء الله يكون المدرب الوطني هو المدرب الأساسي. وإذا استعدنا التاريخ نجد أغلب الانتصارات للمنتخب الوطني بمدرب وطني. نعم. مدربين. طيب. سعوديين. طيب. أنا أعمل لك كل تفضل. أمل لك كل التوفيق أستاذ حمد، وأمل أن تكون ضيفا معنا في برامج قادمة. شكرا لسعة صدرك. شكرا لسعة صدرك. شكرا لكل هذا الحديث الأستاذ حمد القاضي نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب عضو مجلس الشورى، متحدثا عن اللقاء الذي سيكون يوم الأحد القادم قال في 1:30 ظهرا مع الأمير نواف بن فيصل بن فهد، ستتم مناقشته والحديث معه. هو من طلب الأمير نواف أن يلتقي بأعضاء مجلس الشورى. تعليقك محمد على كل ما دار. والله أنا بس بالنقطة الأخيرة اللي تكلمت فيها هي اللي لفتت نظري، أن المساءلة للأمير نواف أو الرياضيين عن إخفاقات المنتخب وكذا. يعني أنا كنت أسحب كلامي بالبداية لما قلت لك هذا فتح جديد، لكن فاجأني أن الطلب هذا من الأمير نواف نفسه، مهم منهم هم. يعني ما بادر مجلس الشورى بطلب المساءلة، هذا مبادرة من الأمير نواف، وتحسب للأمير نواف وتحسب ضد مجلس الشورى الحقيقة. نقطة. كيف ضد مجلس الشورى؟ يعني أنا هو نقاش دائم مجلس الشورى مع في لجنة الشباب والرياضة أو لجنة الشباب والأسرة. ما في رياضة. لجنة الشباب والأسرة. والأسرة. هذه نقطة أخرى. أنا أبغى أتكلم فيها. لكن يعني هو في النهاية يتحدث أنه مسؤولية الرئاسة ليست فقط رياضة. نعم. هو الأخرى. لو لاحظت كلام السيد العضو يقول انه احنا حنناقش الامير نواف عن اخفاقات المنتخب وهو يترأس اللجنه الاجتماعيه وشؤون الاسره والشباب، يعني ما فيها شيء اسمه تخصص رياضي عندهم. يفترض ان اللجنه هذه يكون فيها متخصصين رياضيين يستطيعون ان يناقشوا، يستطيعون ان يقيموا مشاركه المنتخب. انا لما قلت لك انه كيف يحسب عليهم، لان المفروض ان مجلس الشورى يكون الموضوع بالعكس، هو اللي يستدعي المسؤول الرياضي لمناقشته عن اخفاقات المنتخب، وليس المسؤول الرياضي هو اللي يطلب مجلس الشورى ان استدعوني لتناقشوني. يعني صراحه انا ماني فاهم الموضوع ده بالضبط. كيف؟ يعني يفترض ان مجلس الشورى هو اللي يبادر بطلب المسؤول الرياضي لمناقشته عن اخفاقات المنتخب وعن جوانب اخرى في الرياضه، لكن ان يطلب الرئيس العام رئيس الشباب ان يستدعوه لي يسائلوه، يعني هنا الموضوع انا ماني فاهمه صراحه. يعني لا هو تحدث انه في كان لقاء قبل او نقاش قبل، وبعد ذلك على ضوء الامير نواف طلب طلب قبل، وبعدين صار قبل 10 ايام ايضا نقاش. طلب ثاني مره الامير نواف انهم. طيب. يسائلون. هذه نقطه. النقطه الاخرى يعني انا ما ادري، مجلس الشورى يعني يفتقد للمتخصصين الرياضيين يستطيعون ان يناقشوا الامور الفنيه، وانا ماني عارف هل يوجد قانونيين متخصصين في الشان الرياضي. طلعت على اعضاء لجنه الشباب ولجنه الشؤون الاجتماعيه؟ لا هو من كلام السيد العضو. لا هو المفترض انك تطلع على الاسماء حتى نقدر نتناقش. لا انا بصفه عامه اتكلم. هو من كلامه هو يقول احنا اذا احتجنا نروح نستشير ناس، لكن ما قال عندنا ناس متخصصين في اللجنه رياضيا. طيب. يستطيعون ان يناقشوا. يعني انا اقول ان شاء الله ان النقاش ده ان شاء الله يكون مثمر باذن الله. ان شاء الله يكون مثمر، وان شاء الله انهم يعني يساعدوا الامير نواف الرئاسه العامه لرعايه الشباب لزياده المخصصات باذن الله للنشاط الرياضي الحقيقه. يعني لان فعلا الرئاسه العامه تحتاج الى مخصصات اكثر. صحيح. تحتاج الى دعم من مجلس الشورى لكي يقوي موقفهم امام وزاره الماليه. نامل ان يكون هذا ان شاء الله الاجتماع الذي سيعقد يوم الاحد. في نقطه بس انا ممكن لو سمحت لي بس بروح للجزئية الثانية. ما عاد في قبل ما نروح بس كلمة خطيرة هو قالها السيد العضو
عن الأستاذ حمد القاضي. الأستاذ حمد القاضي هو قال كلمة خطيرة عن اللاعبين السعوديين، صراحة أنا أربع فيها، لأنه قال إنهم يلعبون في مع أنديتهم بإخلاص أكثر من ما يلعبون مع المنتخب. قال إنه سنناقش، أما إذا كان هناك الانتماء مهم لدى اللاعبين يعني كقضية. ما قال حنناقش الانتماء، ما قال إنه اللاعبين نفسهم لا قال شيء. قال احنا حنناقشهم ونقول لهم ليش يعني ولائهم في الانديه اكثر من لعبهم في المنتخب، يجب ان يعززوا مفهوم الولاء للمنتخب اكثر من انديتهم. طيب